وللحديث عن المظاهرات التي شهدتها مدينة تعز لدعم الشرعية اليمنية ضد ميليشيا الحوثي والمطالبة بإنهاء الانقلاب ورفض التبعية إلى إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. أهلا بكم سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. كيف يمكن قراءة هذه المسيرة التي شهدتها مدينة تعز دعما للشرعية ورفضا للانقلاب؟ الحراك التظاهري اليوم في اليمن أصبح ظاهرة كبيرة ومشهودة خلال الأيام والأسابيع الماضية، حتى ابتدأت هذه التظاهرات في محافظة الخبيل سقطرة اللي تتلوها تعز وأديان وشوة، اليوم خرجت عن بكرة أبيها، وكل هذا الزخم السياسي في التظاهرات هو دعما للشرعية اليمنية ودعما لمسار استعادة الدولة واستعادة مؤسساتها في هذه المنطقة، وخاصة تعز التي تعتبر عاصمة للثورة وعاصمة للمقاومة اليمنية منذ اندلاع هذه المقاومة منذ 5 سنوات، وبالتالي هذا المسار أو هذا التوجه الكبير من قبل الناس للتعبير عن إرادتهم وعن طموحاتهم بهذا الشكل السلمي هو دليل على تعافي الناس وعلى أن صورة الدولة وأهميتها لازالت حاضرة لديهم مهما كانت الأحداث ومهما أدت إليه الحرب والانقسامات ومهما أدت إليه التعقيدات في المشهد اليمني عموما، لكن لازال الخيط الناظم لكل هذه التحولات والأحداث هو استعادة الدولة المدنية التي خرج الناس من أجلها وقاتلوا من أجلها حتى اليوم. كيف انعكس رفض ميليشيا الحوثي لأي حل سياسي واستمرار دعم الإيراني لها على الاستقرار وتوصل إلى حل في اليمن؟ المسار العسكري الذي لا زالت حتى هذه اللحظة جماعة الحوثي أهم أسباب اشتعال الحرب في اليمن واستمراره على امتداد 5 سنوات هو ينبئ بعدم القدرة على التعايش مع هذه الجماعة وأنها ستشكل خطرا دائما وعامل غير يعني عامل مساعد على عدم الاستقرار أو عامل ساعد في عدم الاستقرار السياسي في اليمن. وبالتالي هذا العامل الغير مساعد والذي تتخذ منه إيران وتواجده في اليمن وسيلة للتواجد وتعزيز نفوذها في المنطقة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، كل هذا يدفع لطول أمد الحرب وعدم الاستقرار ويؤدي إلى وجود سياسات ينبغي أن تتخذ وتمارس ضد المشروع الإيراني في هذه المنطقة. ما مدى أهمية استمرار حظر الأسلحة المفروض على إيران للتوصل إلى حل في اليمن وفي المنطقة ككل؟ استمرار هذا الحظر هو ينبغي أن يستمر إلى ما لا حتى ترضخ إيران وتوقف سياسة العبث وعدم الاستقرار في المنطقة. أي محاولة لعدم أو لعدم اتخاذ قرار خلال الحظر أنا أعتقد يساعد إيران في المنطقة في مزيد من العبث ومزيد من عدم الاستقرار، وبالتالي يجب أن تستمر هذا القرار الدولي في استمرار الحظر وتوريد الأسلحة واستمرار الحظر الاقتصادي حتى ترضخ ايران وميليشياتها لاقرار السلام في المنطقه. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.